والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. ما شاء الله جميل. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما شاء الله سبحانه صاحب الصوت والسلامة جميل. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على بن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ بها على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد العجلاني وقرأ على أبي محمد عبيد بن السباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم بن المفتي رحمه الله تعالى.